تعرفني مو؟ أنا اللي قضى حياته ركض وتعب وما أخذ حقه أبداً. ولما وقع أول مرة كل الأقدار تآمرت عليه. هذا أنا إيه؟ بالأحرى كنت هيك، بس ما بدي أرجع أكون نفس الزلمة. وأنا بعرفك، أنت كان همك تأمن خبز لبيتك، إنك تأمن استقرار مادي ومعنوي لأسرتك، وعم تضل الآن كله بده مصاري. هي اللي بتخلي رأسك مرفوع، بتخليك رجل محترم وأب مثالي وزوج معطاء. إيه؟ حكي مستفز مو هيك؟ أنا بعرف منيح هالشعور، مشان هيك بنصحك إياك توقع أبداً. إذا وقعت كل البواب رح تتسكر بوشك، واللي مسميهن أصدقاء وقرايب ما بقى يردوا على التليفون حتى، وحتغرق أكتر. أنا بعرف، لأنه وقعت وشفت ووصلت لأعمق وأبشع مرحلة وأخذت قرار، لأنه هالدنيا ما نعادل أبداً وسيئة وما كان ظالم كتير، فقررت أتحداها وأتحدى مصيري. إنك تعيش بكرامتك هذا من حقك، وأنا من حقي. إنه الشيء اللي إلي راح أخده أكيد. شو هي المصاري؟ وسيلة رفاهية. وشو كمان؟ واستقلال. مزبوط. الشيء اللي ما عم بقدر لاقيه. إن شاء الله يا ابني. هي اللي بتخليني زبط البنات الحلوين. كمان وجهة نظر، شو في كمان؟ سبب وجودك هون. ممتاز. إذا بدكم تعرفوا شخص، اسألوه عن سبب حاجته للمصاري، ومن خلال الجواب تفهموا مخاوفه، وبتعرفوا من شو كان محروم، وشو عم يحلم يكون. بس لسه في سؤال مهم أكتر. كرمال المصاري، شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ والله بعمل كل شي كرماله. ممتاز. أنا ممكن مسح جوخ. ممكن تضطر كمان. أنا ممكن كذب. ممكن. وغيره؟ أنا بتزوج مرة ختيارة غنية. أوه، بتعملوا كل شي مشان المصاري. أنا ما بمسح جوخ لحدا. أنا ما بخون يا أستاذ ولا ببيع أصدقائي أبدا. معكن 15 سنة لتثبتوا لي هالشي. اللي بيعملوا الإنسان ليحصل على المصاري بدلنا على شخصيته أكتر من ليش بده المصاري. الشخص اللي بيفضل المصاري على كل شي، سهل نفهم انه هالانسان ممكن يعمل اي شيء كرماله، وخسارته للمصاري هي اعظم مصايب. طيب وانت يا استاذ، شو الشيء اللي كنت تقول انك قبل 15 سنه مستحيل تعمله؟ يعني شو صار، نجحت بهالتحدي ولا فشلت؟ برايي نجحت وتوفقت بهالتحدي، لانه بالنتيجه صرت الرجال اللي واقف قدامكم. المصاري ما انا قضيه بالنسبه لي، هي بس موضوع درس اليوم. ايه، شو هو المال بالاقتصاد؟ قولوا لي لشوف. هو سبب كل الحروب والنزاعات برأيي. ممتاز. تخيلوا معي انه على مستوى العالم اغنى 8 اشخاص بيملكوا نص المصاري بالدنيا. هالحالة من عدم العدالة هي سبب معظم الحروب. الناس الاغنياء بيحاولوا دائما يحموا ثرواتهم، والفقراء بدهم ياخذوا حقهم من الاغنياء. هذا الصراع هو الدوامة اللي دائما مستمرة وما وقفت بنوب، وتسببت بحروب. ولهالسبب هاد محور الحياة هو المال. استاذ، على اساس تعطينا ملخص الماده؟ اعطيته من امبارح يا ابني، انت تاخرت، بتلاقوه بالمكتب. شكرا استاذ. ايه شو هالمفاجاه هي؟ يا روحي، في شيء مهم لازم اقول لك اياه. شو القصه؟ في شيء؟ وقت عرف بدنا نجيب له هديه عيد ميلاده صار بده يشوفك. قل لي لشوف يا حبيب بابا، شو هو الشيء المهم؟ بدي هديه ثانيه لو سمحت، انا ما بدي اروح على المخيم. وشو المناسب؟ بخاف من الحشرات محفظته. انت اللي بتخافي منه. ايه قل لي شو بدك؟ انا بدي لعبه. لعبه شو؟ بلاي ستيشن آخر موديل، شفتها على النت، حقها 3500. لا لا لا، تقولها
مو كان بدك تروح على المخيم؟ المخيم بده يخلص بالآخر واللعبة رح تبقى عندي. فعلا أستاذ؟ وهذا حكي منطقي، وكمان بالمخيم رح تنبسط بكتير قصص. أستاذ عميد الجامعة بده يشوفك هلأ. وأخيرا رح يرجعوك لوظيفتك. ماشي بس لحظة ضلوا هون وأنا شوي وبرجع. ماشي, ماشي. دكتور حضرتك طلبتني؟ ما توقعت هالشي منك بنوب. أنا وثقت فيك كتير بس أنت ما طلعت قد الثقة. شو معناته هالكلام؟ أنا وثقت فيك وسلمتك مناقصة مهمة وأنت بكل بساطة تلعبت فيها وزورتها. عفوا بس أنت بتعرفني من زمان دكتور، أنا مستحيل أعمل هيك شيء شو ما كان الثمن. في دكتور كان مشارك حكالي كل شيء وقال عنده دلائل على تورطك. مين هالدكتور؟ لو سمحت أكيد في حدا هدفه يشوه سمتي. روح وقول هالحكي للنائب العام، موضوعك صار هنيك. وراك هو الدكتور مو هيك؟ ما في حدا غيره بيساويها. دكتور لو سمحت قل لي مو هو؟ مين ما كان اطلع لبرا. انا لا يمكن ارضى انك تقلعني من الجامعه بهالشكل، ما برضى بهالشيء. شو يعني عم تهددني ولا شو؟ اطلع لبرا. انا ما عم هددك بس بعرف كيف اخذ حقي كثير منيح. اطلع لبرا عم قلك. استاذ براق شي؟ لا استاذ ما شفنا ابدا. عارفه هيا شفتوا لي الاستاذ براق؟ ريان براق. براق هي طلعتي من مكتب العميد، قال انت حاكي شي بخصني مفتري علي. قل لي هالحكي مزبوط؟ انا مو فاضي لك. لسه ما خلصت كلامي براق. انا في عندي عيلة وعندي ولد ومسؤوليات وسمعة نظيفة، تعرف كتير منيح شو بيصير فيني إذا بيطردوني من الجامعة. إذا بتريد القصة مانا مزحة، إذا ما بتسحب الكذب تبعك صدقني رح أنأذى. مين مفكر حالك؟ آه لا تتجاوز حدودك. قلت لك عمادة الكلية إلي مو لأمثالك. شو عم تقول؟ لك مين اديتها بحياتي؟ ولك انا محفوظ عبرك ايدي يا حقير. عم تجيب وشيك علي. بعدك بعد عني. جيب الشرطة جيبوا الشرطة. اتركوني. أنا اللي بدي اشتكي عليه لأنه افترى علي وشوه سمعتي. أنا ما أخذت رشوة ولا في دليل واحد على هالشي. صدقني المصاري اللي حجزته عليها هي تعب كلها سنين ومن عرق جبيني. صدقني أنا بريء، أنا عندي عيلة برقبتي وفي عندي ولد صغير. بترجاك لا تحبسني.
أنا عن جد ما عم بستوعب كيف ممكن يعملوا هيك فيك؟ عملوه مش الحال، عملوا اللي ما بنعمل، وأنا وقعت بكل بساطة. ريان حبيبي، أنت شو فيك من هلأ لسه بكير كتير؟ بابا، أنت مو شرير صح؟ لا مو شرير حبيبي، بس صار سوء تفاهم. تعال عندي، تعال تعال، لا تفكر بهيك شغلات حبيبي، تعال حضني. لكن ليش ضربك عمو الشرطي؟ من شوي حكيت مع عمو الشرطي وحلينا القصة. خلص لا تشغل بالك. تعال معي حبيبي، تعال منحكي بعدين، هلأ خلينا نرجع ننام ماشي؟ بتضلك بتقلي خلينا نكون صريحين معه، اشرح له لكم، فهمه للولد ليش ما فينا نشتري له هدية عيد ميلاده. هذا هو المقابل لتعبك 20 سنة؟ قلعوك من الشغل وحجزوا على كل أموالك. بس تنتهي الدعوة بناخد مصارينا. ايه خود لتنتهي الدعوة، عطينا عمر لكم. بس أنا عشوي كنت راح انحبس يا عايدة، لولا ما النائب العام تعاطف معي. على قليلة كنت لقيت لك محل تحط راسك فيه. أما هلأ ما في شغل ولا مصاري، مو ناقص غير يقلعونا من البيت. التابلت تبعي وين؟ هلا وقت التابلت تبعك يا ابني. طول هالسنين صارع مخي بمبادئك وطلابك ومثاليات بلا طعمة. اللي شو فادوك طلابك ولا مبادئك ولا سمعتك بشو فادوك؟ هلا هي مو نهاية العالم إلا ما لاقي حل. وأخيرا اقتنعت بكلامي. عرفان، الأشخاص البريئين اللي كنت تدافع عنهم مو مزنوقين على مصاري، وإنت بس اللي هلأ عم تدفع الثمن. شو يعني هي هي كل مشكلتك؟ ها؟ المصاري؟ شو مفكر؟ طبعاً، لأن قصة المدرسة ما دفعته، ولسه ابنك في عنده إعدادية وثانوية، لك إذا بدنا نشتري مكنسة كهرباء بدنا نساوي مخطط ونوفر شيء من مصروفنا. عايدة شو؟ اللي إذا أنا عم قول شيء غلط ليش هاد مو واقعنا عرفان؟ شو هالصوت؟ ما أقول وقع. ريان، ريان شو صار؟ ريان ريان في دم عرفان حبيبي. بسرعة ريان، لك ليش ما عم برد؟ على المشفى ريان. بسرعة على المشفى، رد علي بابا. اخ بس يا عمري، عم يوجعك؟ لا مو كتير، انا بس بدي افهم انه شو خطر ببالك تطلع على الغزانة لفوق من هلأ ورايح؟ ممنوع تعمل شي بدون اذني. بس طلع راسك قوي مثل ابوك حديد، حطوا لك فيه 5 قطب، 5 طق 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 طق. خلص بابا ما تضحكني. لا تلمسش. دكتور بده يحكي معكم. نحن مباشرة عملنا احتياط صور أشعة لأنه كنا خايفين من شي نزيف، ولما طلعت نتيجة الصور ما بدي خوفك، بس بصراحة واضح وجود كتلة غريبة بدماغ ابنك. كيف يعني كتلة؟ برأيي تعرضه على طبيب مختص لأنه في خطورة عليه. هاي خطورة هي دكتور، حضرتك شو بتقصد؟ للأسف منظر الكتلة مثل الورم. صحيح، للأسف التشخيص بيقول إن الكتلة ورم. منيح اللي زميلنا الطبيب لاحظ هذا الشيء، ومنيح اللي اجيتوا لعنا بهيك مرحلة. لحظة، هالحكي مستحيل وفي سوء تفاهم أكيد. خلينا نشوف دكتور تاني أحسن. ما عندي مشكلة، بس رح تسمعوا نفس الكلام. طب شو فينا نعمل دكتورة؟ شو الحل برأيك؟ عمل جراحي وهذا الحل الوحيد، بس بدنا نخاطر، ومن هون لوقت العملية توقعوا بعض الأعراض مثل فقدان التوازن وغشاوة بالرؤية وهيك شغلات، ولهيك من الضروري إنه نساوي العملية بأقرب فرصة ممكنة. وإذا ما تحملها؟ ابني لساته ولد صغير. والله لازم نعمل له عملية، بس بالأول ضروري نعمل له شوية فحوصات وتحاليل مشان تكون النتيجة محسومة.
طيب قديش معنا وقت لحتى نعمل هالعملية دكتور؟ خليني اشرح لكم الموضوع. تخيل في بدماغ ابنكم قنبلة موقوتة وما منعرف أبداً إمتى ممكن تنفجر. بهيك حالة أنت قدر الوقت. بابا أنا مو مريض. لا أنت مو مريض، بس مو كان شوي راسك يوجعك زمان؟ فعم الدكتور فحص راسك وصور لك اياه ولقى جواته شغله صغيره، شغله صغيره كثير يعني قد حبه الحمص، مشان هيك رح يعملوا لك عمليه بسيطه ويشيلوا الحبه وينظفوا مكانها، وهيك ببطل راسك يوجعك بالمره. فما في شيء بخوف. ليك اذا في شيء بدك تسال عنه فيك تسالنا انا وامك. في شيء مو فهمانه لحتى اوضح لك اياه؟ طيب أنا رايح ألعب بالزحليطة. يلا ركود شوي شوي. ركي ركود. نأمن كل هالمصاري. أول مرة بشوف مدينة كان عمري 12 سنة، وقت ما سافرت مع أبي أستاذ المدرسة من الضيحة. سكنت واستقريت بالمدينة بدار الشفقة، درست ثانوية وبعدها فتت على الجامعة وتخرجت بدرجة ممتازة، وحتى أنا عملت ماجستير بالجامعة، وبعدها رحت على أمريكا وعملت دكتوراه. اشتغلت بالقطاع الخاص فترة قصيرة، ومثل ما قلت لك كنت مضطر لأنه كان عندي ديون وبدي أوفيها، ديوني لبلدي اللي وقفت معي لأنه نعطوني منها وأمنوا لي سكن ممتاز. لهيك حبيت كون عضو هيئة تعليمية، بس بالآخر أنا مضطر أشتغل بأي شيء. شوفي أنت المدير قلي له سلفاً أنا موافق. شوف أنا رح كون صريحة معك، مؤهلاتك أحسن من كتير ناس عنا، مع هيك ما رح يرضوا يشغلوك، وقبل ما تصدر نتائج التحقيق ولا شركة ممكن تشغلك، مستحيل. ما تواخذني أستاذ، بعتذر منك. جمدوا رصيدي بالبنك وحجزوا على أموالي، وانت بتعرفني أنا وقت الدين بوفي ديوني أكيد. ولو وقفت على طردي من الشغل فهي مو مشكلة، رأس مالها بلاقي شي وظيفة خاصة وبأمن أموري على قليل مصروف البيت. بس المشكلة هي مرض ابني، هذا اللي كاسر لي ظهري. البلاوي بتجي مع بعضها يا عرفان، بس هاد كله ظرف مؤقت. بعرف انه ظرف مؤقت، بس همي أعمل له العملية، والدكاترة قالوا ما في معنى وقت. يعني بتصدق إذا بقلك ما بتمنى هالحالة لعدوي؟ فهمني أنا بحاجة مصاري بسرعة. ألبير حاكيني لو سمحت. يلا جاي. شو عم تساوي؟ جنيت شي؟ وطي صوتك هلأ بيسمعك. ايه وخليه يسمع، ما في غيرنا يعطيه مصاري؟ ما بيكفي اللي عطيتهم لأخوك؟ ما رح أعطي شي من عندك. ايه نحن مو فاتحين سبيل.
شو طمني؟ اللي انك امنت المصاري. بعد السيارة. يا الله دخيلك. هذه هاي 47. حكيتي مع خالك؟ ايه ويا ريتني ما حكيته. انا بقول له ابني مريض وهو بيقول لي والله لسه ما اخذت اجار المحل لليوم. حكيت مع غيداء وهي كمان بلشت تتحجج، شو صاير لهم ما بعرف. لك انا قلبي عم يحترق وهن بس عم بلفوا ويدوروا. اتصلت بعمران شي؟ دقيت له ما رد. ايه شو يعني دق له مره ثانيه؟ عادي هذا الزلمه رفيقك. انا بعرف منيح بمين بدي اتصل يا عايدة. وشو متوقع؟ اكيد رح يتخاذل مثل البقيه، ما حدا منهم في خير. يلا تعال جنبي. اوبا تعال. ما بدي بلاي ستيشن، بدي روح على المخيم. شو اللي خلاك تغير رايك؟ شو ما رح تقرالي؟ امرك. اوه شوف هالمدينه شو حلوه وملونه. يقال انه في قديم الزمان كان هناك مدينه جميله يعيش سكانها بسعاده وهناء. وفي هذه المدينة كان يعيش طفل ذكي وفضولي، حيث أنه كان يستيقظ كل صباح لحتى يروح على المدرسة؟ بتوقع هيك. هلأ منكمل ومنعرف. ممكن تفهمني حبيبي ليش غيرت رأيك بموضوع اللعبة؟ لأنه من وقت ما طلبت زادت مشاكلكم. خلص خلي رفيقتي تلعب مع رفيقة. وانت حبيبي بدك إياها تجي لهون وتلعب معك؟ هي عم تلعب مع رفيقة لأنه عنده بلاي ستيشن وأنا ما فيني ألعب معه. عايدة سايغون، تفضلي. بدك ما تواخذيني البيت مكركب شوي. تفضلي. بيتك حلو كتير. حلو؟ ايه؟ ماشي حاله. أكيد مو جاي تتفرجي على بيتي ما؟ بعد 10 سنين؟ 8 8 سنين. واضح مرق وقت طويل. لا تقلي ما تغيرت لأنه ما رح صدقك. بلا تغيرتي. وصرتي أحلى. يمكن ما لازم أحكي هيك. عرفان تقلع من الجامعة وريان مريض ولازم نعمل له عملية بأسرع وقت، وأنا لازمني مصاري. بس عرفان ما حكى لي شيء، ما عندي خبر بالموضوع. هو يمكن لأنه ما ضل رفيق ما طلب منه وكل واحد منهم لقى حجة فيأس من الكل. خافت خجله بس يخبرك بالموضوع.
معقولة؟ الإنسانية عم تموت قدام عيوننا، وعرفان ما كان يقصر مع حدا محتاج. أنت كمان عندك حجة؟ وراح تقول له ما معك بيت جديد ومصاريف كتيرة وفي عليك ديون أنت كمان، ما هيك؟ بلا، علي شوية ديون، أصلاً ما حدا بهالفترة معه سيولة. عمران، للمرة الأولى والأخيرة رح أقول لك هالشي، أنت آخر باب دقيته والمصاري بدي أمنهم، وممكن أعمل أي شي حتى أمنهم. عم تفهمني؟ لو شو ما كان. رح أعمل اللي بقدر عليه، عايدة. بتمنى من كل قلبي طيب ابنك ريان، من كل قلبي. لا تقول شي لعرفان. زيارتك لعندي حتى السر مثل زمان. ورجيني. حلوة عن جد. إذا ما اشتريت لي إياها مو مشكلة. لا شو هالحكي، رح نشتريها طبعا. حبيبي بابا. حبيب أبوك. يلا تعال. ممكن تجربيها لو سمحتي؟ دخلوا رقم لو سمحت. آسفة، بطاقة خارج الخدمة. طيب، شكراً لك. العفو. هاي 3000، هاي 500. بتحب غلف لك ياها بورق هدايا؟ لا ما بدي عزبك. ريان، 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 وينك حبيبي؟ ريان، 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 وينه؟ ريان، ريان، رد علي، وين رحت يا ابني؟ ريان بابا، ريان بابا، لوين رحت؟ شو عم تساوي؟ ليش عم تتخبى؟ بابا ما تخبيت، تعبت شوي وغبش عيوني. ليش لتساوي العملية؟ بعدها ما بيضل فيك شيء. عرفان، تليفونك.
رسالة بروفيسور. شو أخبارك؟ تعال هون، تعال تعال هون أبو راس يابس، لا تهرب يا جبان، شو قصوا لك شعرك؟ شوف حدا هون، طلع من الحارة انت وياه، يلا على شو عم تطلع انت ولا نقلعه، ما بتشوف حدا. انت اللي جيت جديد من الضيعة وساكن بالحارة الثانية؟ قالت لي امي بدك تدرسني. شو اسمك؟ عرفان. انت عمران ما هيك؟ انت اللي رسبت وكمان جدول الضرب مالك حافظه، هيك امي قالت لي. واحد مثلك يا حقير برسب، انا بقص لسانك. انا بس بدي ساعده نترس مع بعض وهيك فيك تنجح. بوزك ولا انا ماني بحاجه واحد مثلك. انت مالك لحالك، انا معك. البيت مكركب شوي. يا سلام، شو هالبيت الحلو هاد، والله ايامك رواق. يا عيني يا عيني، شو هالمنظر الحلو. ايه معك حق. كيفك عرفان؟ منيح منيح. ليش ما قلت لي شو صاير معك؟ قال تارك شغلك وابنك مريض. ها شو يعني بطلنا رفقات؟ أنا من طفولتي مين بيقلي؟ لا أم ولا أب ولا أخ ولا رفيق، ما ضل حدا منهم غيرك أنت. لو بعرف معك مصاري كنت حكيتك. على طول كنت مفلس، بس شكلك بعدين زبطت أمورك، بيت فخم ووضعك متحسن. إيه متحسن متحسن. شو هاد كل شي هون فارصه، لا تغرك المظاهر، حتى البرواز فاضي. كيف يعني؟ والورد صناعي. هاي الشقة مسطرة، لسه ما عرضوا البناية للبيع، أجلوها لتطلع الأسعار. أنا 5 قروش ما معي، ومع هيك زبطت أموري وعايش هون الحلم المؤقت ليجي الزبون المناسب. طيب لمين البيت؟ هاد لشب رفيقي. بشرفك حاجتك بقى، لش ضل في رفيق بيعطي شي بهالوقت. شو كل العالم مثلك؟ خلصنا. هلا قيمك مني، احكي لي انت شو اخبارك؟ منيح. انا منيح يعني عم دبر حالي، بس احيانا بيتعكر الجو مع عايدة. ما بعرف اذا انت دريت باللي عم بيصير معنا. ماشي حالنا، شو بدنا نساوي؟ بس عم ضل فكر وحلل كل الوضع والظروف. ليش فجأة يمرض ابني وانا بهالوضع؟ ليش بنفس الوقت اللي قلعوني فيه من شغلي؟ عن جد أنا ما عم دوق طعم النوم، ما عم بستوعب، ضل عم اطلع هيك بالسقف وبحس نفسي عم يخلص، بحس كأنه في حد عم يخنقني من جوا. عم بطلع من البيت للصبح بتصدق؟ لك وأنا بالشارع بشتهي صرخ وقول للناس أنتوا سممتوا ابني، دخان مصانعكم وزبالتكم هي السبب اللي عملت ورم بدماغ ابني. بالجامعة في ندل اسمه براق، هذا الزلم الحقير هو السبب بقطع رزقتي من الجامعة. تبلى علي، أحيانا بتخيل واقف قدامي وصورة وشه مقابيل وشي، وقت بحس بدي أقوم من تختي وروح على بيته وقتله.
لك هالحيوان تبلاني تبلي، وانا رحت لعند رفقاتي واحد واحد لأدين مصاري، شو جوابوني؟ 5 قروش ما حدا عطاني، وانا بجن جنوني، بيجي على بالي روح هد بيوتهم فوق راسهم هني جوا او كسر لهم سياراتهم. معقول؟ مو قادر اضبط حالي، حاسس حالي بدي طق، مالي مستوعب ليش هيك كل ليله نفس المعاناه. وانت ما رح تساوي هيك لانك عرفان. اكيد ما بساوي هيك، بس شو بدي ساوي؟ قلي. ما ضل باب بعرفه ما دقيته، حتى درت على كل البنوك، الكل يقلي ما في ضماني، ما حدا رضي يعطيني قرش واحد، وانا مو قادر طلع 5 قروش. عم دور على شغل، شوفت عينك بيشتغل اي شيء، المهم انقذ ابني، وما رضوا يشغلوني. ما حدا سألان عني بقشرة بصلي، وانا بسألهم شو السبب، بيقولوا في دعوة بحقي. يا زلمة انا معي شوية مصاري مجمعهم بالبنك، وطول سنين عم جمعهم مشان وقت حاجتهم، ما قبلوا يعطوني منهم ولا قرش واحد. ابني معه مرض وممكن بأي لحظة أخسره، وأنا مو طالع بإيدي ساوي شي بنوب. شو هالعيش هاي؟ أنا لازم جيب مصاري وبأي طريقة. تعرف حدا ممكن يفيدني؟ إلا ما عيلتها يعني. ليك بتاخد بالفايدة مؤقتا؟ ايه طبعا بقبل بالفايدة. بتعرف حدا؟ شوف هدول ما بينعلق معهم وايديهم مغطسة بالدم. ايه رضيان، بس ما عنا وقت بالمرة، يديني ويعمل اللي بده اياه ولو قطع راسي، من الاول نساوي العملية وبعدها مو مهم. مين بتعرف؟ سليمان بيك. اللي بدنا نطلب منه المصاري شخص كتير مهم واشغاله كبيرة، تعهدات استيراد وتصدير، عقارات وتجارة بالجملة كمان. مافيا يعني؟ لا لا، الزلمة زنجيل ووضعه منيح. قدي زنجيل يعني؟ ومن إمتى صار هيك؟ ولا ورتان الأخ؟ صار له 5 سنة. يعني مافيا؟ لك عم قلك لا، هاد رجل أعمال. طالما عم بيدين مصاري بفوائد كبيرة للناس المساكين اللي ما فيهم ياخدوا قرض، فهو مرابي بالنهاية. عرفان شو قلت لك أنا؟ سليمان بيك رجل أعمال وكل شغله قانوني. بينك وبين حالك قول مافيا أو شو ما بدك، بس لما تشوف الزلمة بدك تقول له سليمان بيك وتعامله باحترام وتترجع حتى يعطينا المصاري. مو شايف هالقلعة؟ ما بتعرف حساب كم فقير انعملت؟ من أنت بتعرف هيك عالم أنت؟ ليك وأنت بهالحالة ما فيني فوت معك، لأنه إذا بتحكي كلمة غلط منروح فيها. يعني أنا ما حكيت شي، بس عم بسأل سؤال. وخلصت أسئلة؟ خلصت. عرفان يا بتضبط حالك يا بتنسى المصاري. ماشي. بتقول سليمان بيك. أخ منك الله يستر من هالنهار. سليمان بيك بالانتظار. شكرا كثير. عفوا لحظة بس، عمران بيك. طيب أنا بزبط الجو، استناني هون. حضرتك فيك تنتظر بغرفة الاجتماعات. عفوا، صباح الخير. تأخرت عليك ما هيك؟ آسفة، أنا عائشة كرالي. اليوم عندي موعد مع سليمان بيك. بستناه ولا بروح؟ لا عفوا، تفضلي اهدي. ماشي، شكرا كتير. مو معقول الزحمة غريبة اليوم، بتفكر كل الناس طالعة من بيوتها. تفضل شوف السي في، إن شاء الله يعجبك. يعني أنت بتفهم فيه أكتر مني.